ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده استفل رياكشن جديد لمسلسل من مسلسلات رمضان اللي هتنزل، وهو مسلسل غريب سيكا اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن النهارده. هو مسلسل اسمه ولاد ناس. انا ما اعرفش مين المسلسل ده، لقيته نزل التريلر بتاعه قدامي، دخلت اشوف الكاست ليست بتاعه، لقيت الكاست ليست ايهاب فهمي، بيومي فؤاد، احمد صيام، رانيا فريد شوقي، محمد عز، احمد وفيق، بقاء سويدان، محمد سليمان. يعني مش عارف، الكاست ليست مش مباشر خالص، انا ما اعرفش حتى مين مش كاتبين، حتى مين الكاتب بتاع المسلسل، حتى اخراج مين. فاحنا هنشوف دلوقتي في التريلر. على فكرة مش شرط عشان هو مسلسل مش معروف او مش اخد نفس الضجة بتاعت المسلسلات التانية فيكون وحش، على فكرة عادي جدا ممكن يكون مسلسل حلو بس مش اخد نفس الضجة او مش معمل له نفس البروباجندا بتاعت مسلسلات المسلسلات التانية. يعني عادي جدا، يعني ممكن يكون مسلسل حلو مستخبي من تحت لتحت. يعني طبعا كالعادة ما شوفش، مش عارف اتوقع ايه من تريلر بصراحة، مش عارف. الممثلين غراب قوي، يعني حتى مش عارف هو مين البطل بتاع المسلسل، بيومي فؤاد مثلا، مش عارف. طبعا كالعادة ما شوفش التريلر ورا مرة، هشوفه دلوقتي الاول مرة هنا على هوم سينما، مسلسل ولاد ناس. يلا بينا يلا بينا. ربنا ما بيعاقبش ولادنا عشان احنا بنعمل حاجة غلط، حرام. ربنا حنين، حنين قوي. مين يقول لي ابني فين؟ انت تعرف الراجل ده؟ وده على اساس بقى انك تعرف اي حاجة عن ولادك؟ الفشلة بتتكلم. بنت لسه ما جابتش 16 سنة وحامل. اقسم بالله لو ابني جرى له حاجة ما ارحمه. ربنا بيبقى صوته عالي قوي ومسموع وقت الألم. انا عايز اعرف ابني جوه بيحصل له ايه؟ اتفضل يا حبيبي اعمل اللي يعجبك، خبط وكسر في الدنيا ولا بطهرك. هو ايه حوار الشنطة ده؟ شنطة ايه؟ شنطة المخدرات؟ هتضيع مستقبلي عقليا يا طفلة. انت محتاج تتعالج. ابني ما بيحبنيش، ما اعرفش اذا كانت حادثة ولا قدر وقدر. انت بس خايف من البلاوي كتير، ما الخيط يكون. انت فاسد. كلنا ما نعرفش ايه اللي حصل. احنا ولادنا بين ايدين ربنا واحنا واقفين نتخانق. هو انت محامي المدرسة؟ اوكي يا جماعة، هو في كمان في الكاست ليست محمود حجازي وصبري فواز ظهروا في التريلر، ما كانوش مكتوبين في الكاست ليست، وفي كمان صفاء الطوخي. مش متحمس للمسلسل يعني بنكلة حرفيا، مش متحمس له خالص. والحمد لله هو كان اوفيشال تريلر، يعني مش تيزر. مش متحمس له خالص 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 نهائي. انا حسيت ان القصه بتاعته بتفكرني، فاكرين الفيلم قديم هو بتاع كان اسمها ايه، هنا شيحه ولا هنا او هلا شيحه، مش هلا شيحه، هم ثلاثه اخوات، حلا شيحه او هنا شيحه، وهي الثالثه بقى بس مش فاكر اسمها ايه. فاكرين فيلم كان اسمه اسرار بنات اللي كانت هي موجوده فيه، وكمان كان فيه شريف رمزي وعز تبعوف ومش فاكر كان فيه مين تاني. نفس القصة بالظبط، انا عندي احساس ان هي نفس القصة بالظبط. مش عاجبني خالص المسلسل نهائي بقى، او يعني او ممكن يكون المسلسل ده ليه ناسه بس انا مش مشدنيش بتاتا بقى، مشدنيش خالص. نسبة تراكمي للمسلسل 2/10 مش اكتر من كده، وما اعتقدش ان انا هتفرج عليه اصلا، يعني غير ان في زحمة مسلسلات تانية، فما اعتقدش ان انا هضيفه معايا حرفيا في اي حاجة تانية يعني. بس دي كانت حلقتنا النهاردة في مسلسلات رمضان، التريلر رياكشن بتاعنا ونسبة ترقبنا لمسلسل ولاد ناس، وما اعتقدش خالص ان انا هتفرج عليه للأسف. بس ما عنديش حاجة تانية اقولها لمسلسل ولاد ناس. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. باي باي.